لأنهم حثلة المجتمع. بطبيعة الحال هذو الناس راهم مستعمرين، مستعمرين من أجل الهدف واحد، وهو أن يفرقوا ما بين الشعب، وأن يتلفظوا بكلام ليس بواقع وليس حقيقة. ينصبوا رواحهم يقولوا باللي يحبوا يرجعونا عبيد، يحبوا يرجعونا جهلاء، يحبوا يستعطفونا بالدين، كأن الدين هو رسالة الاستعباد. كما كذب الأسطورة هذا الملك المنافق هذا اللي راه يكذب على الشعب الأمازيغي، وحاشا أن يكون الشعب الأمازيغي عبيد. هذا الشعب الأمازيغي الحر المستعبد المستعمر من طرف عصابة استعمرت الأرض الأمازيغية. أنا كي نتكلم ونقول بأن سلالة هذا المنافق اللي راهم أبناء جلدته الآن معارضين حتى يعني في كل مكان. الآن الوعي اللي رانا كنا نشوفوه ونسمعوا به ما كانش بكري في المغرب، حتى وإن كان يعني يضطهده هذا النظام، وكل من يتكلم ويقاوم هؤلاء الأعداء وهؤلاء الصعاليك يرمى في السجون، ما يتسمعش بهم. لما يتكلم واحد برك يقول يسقط الملك ولا يسقط النظام العلوي، يضع في السجن مباشرة، أو يقتل مباشرة، أو يعذب بأبشع أوصاف التعذيب. ولكن في الوقت الحالي نرى الوعي مستمر، والوعي ينتشر في كل المغرب وفي الخارج، يعني الأمازيغ المنفيين، الأمازيغ اللي هربوا من بلادهم من الاضطهاد ومن الظلم ومن العنصرية. نشوفوا أمازيغ الريف ما يقارب أكثر من 3 ملايين أمازيغي ريفي متواجدين في هولندا وألمانيا وبلجيكا، متواجدين في 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 المهجر، وأمازيغ كثر، يعني حتى أمازيغ الجزائري متواجدين في 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 بعض الدول الأوروبية كما فرنسا، كما بلجيكا، في كما كندا، كالدول الأوروبية اللي متواجد فيها الأمازيغ الأحرار اللي راهم يناضلوا وراهم يعاتبوا الأنظمة الفاسدة والأنظمة اللي ما راهيش مسؤولة على دول غنية ودول تستطيع أن تقوم بنهضة كبيرة من أجل اتحاد مغاربي ومن أجل غنى كل شعب شمال إفريقيا. دول عميلة، دول متخاذلة تجاه شعوبها. حقيقة الأمر أنا لما نتكلم على أمازيغ المغرب، هذو الناس اللي راهم يروجوا للشرفة ويروجوا بأننا أشراف، هل يا ترى يمكن أن نطرح سؤال على أنفسنا كأمازيغ أحرار في أرضنا الأمازيغية؟ نحن كأمازيغ هل نقبل كأمازيغ أن نقبل بأحد يقول لنا نحن أشراف، وأننا من سلالة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبأننا أشراف؟ يعني كيفاش راح تتصور أنت؟ حبيت هذو الناس اللي راهم يقولوا بلي إحنا أشراف نبجلوهم ونبوسوا لهم اليدين ونبوسوا لهم الرجلين، هذو أولاء الصعاليك المخنثين اللي راهم يروجوا للعبودية ويروجوا للتخريب. يتصوروا في بالهم هذو الناس مازال راهم الناس مغفلين، يتصوروا بأن هناك مازال يعني كاين الناس يمنوا بهم ويمنوا بالطرق تاع الخرافات اللي راهم يروجوها ويكذبوا على الشعب ويعاودوا يكذبوا على الشعب. شكون يقبل باش يكون واحد صعلوك ما يخدم ما يزدم ما ينتج ما يطور باش يكون مسؤول، ولا يكون من سلالة الأشراف، ولا يكون من سلالة الرسول ويجي يحكمهم باش يزيد يلوث المجتمع ويزيد يفسق في المجتمع ويزيد يستعبد المجتمع. كما راكم تشوفوا العائلة الملكة اللي راهي تحكم في المغرب، سلالة تاع ملوك، عصابات تحكم في شعب، تحكم في حوالي أكثر من 45 مليون نسمة من الأمازيغ، ومدعومة من طرف الأعراب والدول العربية، وتستعمل الطرق والطلمسة باش تطلمس الشعب وتقول لهم احنا من سلالة الأنبياء واحنا من سلالة الأشراف واحنا هما الأصل واحنا هما التاريخ واحنا هما سلالة الأحرار وسلالة المجاهدين اللي نوروكم وجابوا لكم الدين وخرجوكم من الظلمات. هذا النفاق اللي ما عادش
يعني عنده طريق الاستمرار. الشعب راه يقاوم، الشعب راه يناضل، وهذا الطغاة وهذا المنافقين اللي لقاو رواحهم في مأزق ولقاو رواحهم باللي كانوا كذابين وكانوا يسرقوا في أموال الشعب وفي تاريخ الشعب، لقاو رواحهم في مأزق، راهم محاصرين ما بين النضال والاستماتة في النضال، برغم الصعوبات وبرغم الإمكانيات وبرغم الانعزال اللي راهم عايشين في أرضهم، لأن هؤلاء الصعاليك ترباوا على يد الاستعمار وترباوا على يد الخيانة وحصنوا أنفسهم بالاستعمار وبالعملاء، لذا راهم متمكنين في الوقت الحالي، ولكن لن يستمر نفاقهم ولن تستمر صعلكتهم ما دام الشعب قرر أن يستفيق وأن يناضل من أجل استفاقة الشعب. الخدمة الوحيدة اللي راهي من المفروض باش تكون ولازم تكون هو أن الشعب لازم يفيق. احنا ما نحتاجوش باش نتقاتلوا بيناتنا ولا تنوض ثورات كما راهي في بعض الدول. احنا من العيب والعار باش نتقاتلوا بيناتنا كشعب ودم واحد. ما نخليوش هذو الناس يخليونا نقتلوا بعضنا ولا نخلقوا ثورات وهمية ما بين الشعب الواحد. ما نخليوش هذو الناس يخليونا نتقاتلوا ونقتلوا بعضنا، هذو الكذابين هذو المنافقين. احنا واش يخصنا هو التوعية، هو الإرشاد إلى طريق حقيقي، طريق ينور الناس كل يفيقهم، يعلمهم، يثقفهم، يخليهم الناس فايقين وناس واعيين. وانتم كيما تعرفوا كاش ما شوف نعطيو، انا لما تكلمت في هذا الموضوع هذا مر على بعض الناس اللي راهي ردت على هؤلاء الناس الذين يروجون الفتنة صباحا ومساء، ونفكر يعني كيفاش هذو الناس كيفاش راهي تفكر. نقول نطرح أسئلة في نفسي ونقول هذو الناس كيفاش راهم يخمو. الناس وكل ما راهيش معاهم. أنا لما نشوف الواقع ما بين المجتمع نشوف بلي المجتمع نتاعنا ما راهش مهتم أصلا بهذه التفاهات هذه، وحقيقة الشعب نتاعنا شعب متسامح، شعب متصالح، وما يهموش هذو الناس اللي راهم يتكلموا باسمه. حقيقة الشعب ما راهش لذي. أما الناس اللي راهم عارفين الحقيقة وراهم يسمعوا وراهم يشوفوا وراهم يردوا، راكم تشوفوا كيفاش راهم يردوا. حتى هذو الناس التافهين اللي راهم يبثوا في الفتنة يردوا لهم الناس اللي راهي تتكلم وراهي تسمع لهم، ترد عليهم وتقول لهم بلي راكم غالطين، حبسوا من هذا الشيء اللي راكم ديروه. وراك تشوف يستمروا في 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 في, في, في تشجيع في تشجيع الفتنة وفي بث الفتنة، لأنهم ناس مسيرين. الهدف نتاعهم هي المصلحة نتاعهم الشخصية، ما راهيش المصلحة العامة تاع الشعب. يعني لو كان جو هذو الناس مسالمين، ناس حقيقة ناس أحرار، ناس يحبوا الوطن تاعهم ويحب الشعب تاعهم، ما تكونش عندهم عقدة لا في لغة لا في هوية. مادام راهم متأكدين، مادام راهم مسلمين، أخي أنت مسلمة وأنت مسلم والشعب تاعك راه مسلم، والشعب تاعك راه ديمقراطي وراكم تعيشوا في دولة ديمقراطية. الهدف تاعكم هي خدمة البلاد والعباد. الهدف تاعكم ما راهوش مشكل لغة ولا مشكلة أمازيغية ولا مشكلة عربية. لو كان جيتوا الحقيقة يعني في حقيقة الأمر، لو كان جيتوا ناس صالحين وناس متربيين وناس ناس واعيين وتحبوا مصلحة البلاد، الهدف تاعكم ما راحش تكون أمازيغية. أنتم راكم تعيشوا في قارة وتعيشوا في دولة، مسؤوليتكم باش تحافظوا على هذا البلاد وعلى هذا الشعب، وتحاولوا باش تصلحوا الأخطاء تاع المسؤولين اللي راهم سرقوا أموال الشعب وظلموا الشعب. هكذا هذه هي الحقيقة. ولكن باش تستعمل ورقة الأمازيغية من أجل رمي التفاهات نتاعكم
في وسط الشعب وتروجوا للفتنة. هذه نشوفها شوية يعني واحد يستغرب لهذا الشيء اللي راكم ديروا فيه. أو عيب عليكم سيدي، عيب عليكم، أو عيب عيب عيب. كيش ما يبقى واحد يفكر بهذه الطريقة؟ هذه كاين بعض الدول في أوروبا عندها قداش كم لغة يعني في الدستور نتاعها، يعني لما شفت الشعب نتاعها شعب واعي باش تخلق الوئام وباش تخلق الصلح وباش تخلق الاقتصاد قوي وشعب يعني متسامح، اعترفت باللغة تاع الشعب ويعني وكثفت يعني في الإمكانيات نتاعها باش الدعم يعني باش تدعم هذا الشعب باش يقرا اللغات نتاعو وباش يتعلم وباش يتثقف وباش يخدم البلاد هذه اللي راه ينتمي اليها. احنا رانا ننتمي الى هذه الارض سواء ان كنا امازيغ او سواء ان كنا معربين. احنا سمحوا لنا على الانقطاع، قلنا لكم احنا ننتمي الى البلاد هذه، كنا معنيين باش نحافظوا على هذا البلاد ونخدموا هذا البلاد هذا بالوحدة نتاعنا وبالتلاحم نتاعنا ويجيب الاعتراف المتبادل ما بين الشعب، والشعب يعرف حقيقة الأمر، يعرف التنوع ويعرف الاختلاف ويعرف الأشياء اللي وقعت في التاريخ. لذا ما تجيوش انتوما تغلطوا الشعب وتفتنوا ما بين الشعب وتفرقوا ما بين الشعب وتخلقوا هذه البلبلة هذه وتقولوا باللي كاين أمازيغ وكاين عرب، وحتى إن كان عرب في هذه الأرض الأمازيغية هذه نحن نعترف بأبناء هذا الوطن لأننا كلنا أبناء هذا الوطن، ما كانش فرق بيناتنا، كلنا شعب واحد، الشعب الواحد المتصالح في بناء مجتمع سليم وبناء وحدة سليمة هو الاعتراف المتبادل ما بين هذا الشعب. والشعب ما عنده حتى مشكل باش يعترف بهويته ويعترف بتاريخه ويعترف بحضارته. شكون اللي قال لكم باللي الجزائر ينكرخوه؟ ولكن انتم اللي تخلقوا هذا الشيء. وانا نطرح سؤال هذه المرأة هذه اللي راهي تظل تعاود في الكلام وتظل تروج في الفتنة وتظل تهضر وتقول باللي انا من سلالتك، يعني هل تعتبرين ان يعني العرب اللي راكي تعتبريهم باللي راهم عرب اشراف من الجزائر راح يعترفوا بيك وراح يعطيولك مكانه يعني في هذه البلاد هذه؟ شكون اللي يعطي لهم يعني المكانه؟ شكون اللي يعطي لهم الورقه الرابحه من اجل الاعتراف بك؟ هذه المغالطات يعني كانت في وقت الاستعمار، في وقت التخوين، في وقت المرض، في وقت الاستغباء. أما في الوقت الحالي ما بقاش واحد يفكر هذا من الأشراف وهذا من سلالة الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن الناس كاين، الناس قرات والناس فهمت والناس تعرف في الدين، ما تجيش تكلحيهم بالخزعبلات نتاعك وتقولي لهم باللي احنا من الأشراف وحنا من سلالة الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد ما راح يمن بيك، واحد ما راح يتبعك، واحدة بهلولة واحدة مريضة راح تتكلم وراح يتخرف. انت من سلالة الأشراف ولا من سلالة اليهود؟ واش راح لنا فيك انت؟ كوني كيما بغيتي، واش راح لنا فيك انت؟ تكوني من إسرائيل ولا تكوني من السعودية ولا تكوني من أي دولة؟ واش راح لنا فيك؟ واش راح لنا؟ انت من سلالة الأشراف، واش معناتها من سلالة الأشراف؟ من سلالة الأشراف، سلالة الأشراف يعني كي عاد راني أنا مسلم، انت من سلالة الأشراف راح نقدرك وراح نحترمك وراح نعطيك مكانة بين القوم نتاعي والشعب نتاعي. انت ارذل الواحد في المجتمع نتاعي، نعتبرك انت العدو وانت الجرثومة الوحيدة اللي راكي تلوحي الفتنة بين هذا الشعب هذا. انت راكي اكبر صعلوكة في هذا المجتمع هذا، انت راكي مستعمرة من سلالة المستعمرين. انت مش من تخرفي على الشعب من سلالة. انا كيما قلت لك، انا اذا كان راكي